طيب طيب ايه اكيد اكيد بتنور حبيبي بتنور. باي دادو. هلا جاي دادي مع تونت ريهام. او ماي جاد، ما بعرف كيف بتفكر هي ذا ويتش اساسا، كيف لها عين تجي لهون مع عمو لتشوفنا؟ لسه ما شفتي شيء. شوفي وقت ما بتتغزل فيه، هي معتبره بابا هذا فارس الاحلام اللي اجاها على حصان ابيض. بتقول له بيبي اكوتشي كوتشي 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 كو. يا حرامي عمو، عن جد ضيعوا فيها. اماني بدك تعدي وتحضري لي هالمشهد، مشهد من عمرك. الله يسامحك يا بابا. بيبي بيبي، انت خبرته انه انا جاي معك ما؟ صرت سألتيني هالسؤال 10 مرات. ايه خبرتهم. انت شو صاير لك؟ مو هيك بس، يعني انت بتعرف ميديا اكيد ما لها طايقتني، ونور من الاساس انت بتعرف اللي بيني وبينه. ايه خلاص خلاص، ما في داعي تقعد تهفهف. خلاص ما بنحكي بالقصة يا ريري غير مرة واحدة، ما بنحكي بالقصة غير مرة واحدة. فهمت؟ صاروا 11 مرة من الصبح لهلا. عادي ما في مشكلة. آخر مرة زرت في أمريكا كانت بال 2012 على ما أذكر، كان في عنا مؤتمر بلاس فيغاس. هي تقريبا بنفس الفترة أنا كنت هنيك، وأنا كمان موعودة روح لهنيك. مو هيك بيبي؟ مالي نسيانة؟ وأنا مو نسيان حبيبي. شو هالأخبار اللي سمعناها عمو؟ خبرتني هلا وكتير فرحت. أي أخبار؟ صحة بيبي صحة. جيبيلي مي الله يخليك يا ريهام، جيبيلي كاسة مي. يلا فورا. رجعت لك ها. لك شو بك؟ ليش هيك عملتي؟ كنتي نزعتي لنا كل شيء. ليش شو عملت؟ بابا ما بيحكي شيء قدام ريهام، ما بيحب، بيختصر المشاكل. مظبوط يا عمو، ما عاد لي خلق على وجع الراس. ايه هالمره مشيت بالسعله والمي بغير ظرف. شو بنستعين بصديق، يعني اي حدا موجود بيساعدنا. يمكن يلحقني الدور يعني. انت هلا وجه جديد، معناتها بتقدري تساعدينا كثير بهالمهمه. انا وجه جديد؟ الله يسامحك يا عمو. ايه تتذكري لما كنتي وجه جديد؟ او كتي 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 او متي متي متي. تفضل بيبي. لسه مو ايديك. شكرا. صحتين وهنا. ايه ميديا هاتي لنشوف، كنتي عم تخبريني في اخبار مخبرتك اياها هلا؟ هلا؟ ايه هلا هلا، يعني هو الموضوع ما كتير مهم، بس هلا كانت عم تخبرها لميديا عن المحل والمبيعات، يعني هي ما عندها فكره عن اي شيء. ايه انت كيفك بيبي؟ انا منيحه بيبي، طول ما البيبي منيح ما في مشكله.